شفتو تحت اشراف السلطات المحليه والاقليميه اليوم فعاليه المجتمع المدني انضمت مع السلطات المحليه واحد الجوله تحسيسيه حول مرض كورونا بديت بالجعد. كيف ما لاحظتوا الحالات في مدينه بالجعد في ارتفاع وحنا كنحاولوا يعني نرجعوا للتحسيس ورجعوا للارض الميدان باش الناس تعرف الخطوره ديال هذا المرض. وحنا اليوم جندين مع السلطات المحليه لانجاح هذه العمليه طيله هذه الفتره هذه ان شاء الله الى ان يترفع الحجر على البلاد ديالنا، وكنطلب الله يعني يرفع علينا هذا البلاء، ونطلب الله خلاص تفتح يعني الحدود وتفتح واحد المجموعه ديال الامور ويتحرك الاقتصاد ديال البلاد. فمن هذا المنبر كنشكر جميع الناس اللي شاركوا معنا، كنطلبوا من الله يعني فاعلين اللي حضروا معنا اليوم لا اعلاميين ولا المجتمع المدني، كنشكرهم بزاف على المسانده، كنشكروا فعاليات يعني الامن الوطني، القوات المساعده والمجلس الجماعي لمدينه بالجعد، وشكرا. بصفتنا رئيس ديال جمعيه مدينه ابي الجعد للتضامن والتنميه ورئيس اتحاد ديال جمعيه من ابي الجعد والدائره، شرف لنا اليوم اننا نكون حاضرين في هذا الملتقى اللي تنقولوا انا ملتقى تحسيسي تطوعي بمدينه ابي الجعد من اجل التحسيس والتوعيه ديال الساكنه ديال المدينه، من اجل اننا نعطيو للمدينه صوره جديده وهو ان خطر ديال فيروس كوفيد 19 ما زال مستمرا، والاشاره اننا وجدنا مجموعه من الساكنه ديال مدينه ابي الجعد لا يستعملون الكمامه، في حين ان نسبه اخرى تستعمل الكمامه بطريقه غير صحيحه، هذا مما ادى الى انتشار كبير ديال 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 ديال, ديال المرض والاصابات، واننا وجدنا ان حالات كثيره ديال الناس انها تصابت، بل على اكثر من ذلك هو ان مجموعه من الناس الان تلقاو حالات ديال الوفيات. فهذه بتضافر جهود ديال السلطات المحليه، المجلس الجماعي، المجتمع المدني، الهلال الاحمر المغربي، يعني كل فعاليه ديال المجتمع المدني بما فيها ايضا هاد الاخوان الممثلين ديال الاعلام، فهذه فرصه اكيده اننا غنعطيو صوره للمواطن على اساس انه يتحمل حتى هو المسؤوليه من الباب ديالو، كما تتحمل الجمعيات وكذلك السلطات المسؤوليه. المواطن الان هو في فرصه باش انه يتحمل المسؤوليه ديالته، على الاقل اننا نقصوا الوقوف ديال هذا المرض، واننا نضامنوا مجموعين ونتحدوا مجموعين باش نوصلوا لوبو ديالنا هو اننا نرجعوا بالجعد صفر حاله. فالناشد جميع المواطنين والمواطنات خذوا الحيطه والحذر، واشكر الجميع، اشكر كل من ساند، اشكر كل من دعم، اشكر كل من قدم ولو الشيء القليل على اساس اننا مدينه ابي الجعد تكون مدينه صامده، وشكرا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.